عارف من على بعد 3 كيلو متر تقريبا تقدر تسمع دقات اكبر كائن حيوان على وجه الارض مش النهارده بس، ده على مر التاريخ كامل. اول ما بتكلم كده واحد يقول لي ديناصور، لا على فكره مش الديناصور بجلالة قدره بكامل قواته واحجامه ما يجيش حاجه في الحوت الازرق. هتتكلم النهارده على الحوت الازرق، يصل الوزن بتاعه من 150 طن ل 200 طن. عارف يا صديقي يعني ايه الطن؟ الطن دوت قد مثلا بقره، خاطر نقول 200 طن هنجيب 200 بقرة ونحطهم فوق بعض، فهو ده بالنسبة لك الطن. قوله يا سيدي بيوصل ل27 متر، يعني حوالي عمرتين فوق بعض مكونين من 5 أدوار. طبيعي حيوان بالوزن وبالطول دوت هتلاقي أعضائه عملاقة. هتعرف إن قلب الحوت بس بيوصل ل180 كيلو جرام، علشان طبعا القلب يقدر يضخ الدم في العمرتين اللي انا قلت لك عليهم دول، بيحتاج ان هو يدق من 6 دقات ل 8 دقات في الدقيقة الواحدة، على عكس دقات قلب الانسان اللي بتوصل من 60 ل 100 دقة في الدقيقة. انت كنت تعرف المعلومة ديت؟